عمري 20 سنة بعمل فيلو ماونتن بايك رود بايك. بتمرن بين 8 وال 17 12 ساعة بالجمعة حسب الإيفنت اللي عم بحضر له. أنا فترة عم بشتغل كمان لأدخل نهي لبنان على ألعاب أولمبية اللي هو بيريو كمان الماونتن بايك. بس أنا أتأخر شغلة من عيني أبدا، لازم نجمع كثير نقط بسباقات انترناسيونال يلي نيفويا كثير عالي. كل ما نعمل سباقات أكثر بيطلعنا نقط أكثر وبيعلي تصنيف لبنان بالنسبة للدول الآسيوية الثانية، وهذا بشيء بيخلي لبنان يتأهل ويطلع له كوتا ثلاث أو أربع لعيبة. على بالنسبه للجو اولمبيك على الماونتن بايك مش على الروك بايك، لانه الماونتن بايك هي لعبه شوي انديفيديوال اكثر من الروك بايك. تحضيرا للالعاب الاولمبيه بريو نحن رح نشارك بتست ايفنت اللي رح يصير بريو على سي بي، رح يصير عليه السبع الاولمبيك باكتوبر. نعزم عليه 30 دوله ونحن من بيناتهم، ف مبدئيا رح نروح نشارك فيه بركي نتقدم بالنقط ونحضر يكون عندنا فكرة عن السي بي. آخر شيء بحب أتشكر فريقي أتلتيكو جينيريشن على الدعم اللي عم بقدم لي بالنسبة للإكيبمون للسفرات أو للتمرين، وأكيد بدي أتشكر الكوتش تبعولي زهر الحاج اللي عم بيعمل جهود كتير كبيرة معنا وتيم ميكس تبعولي كلهم. وآخر شيء أكيد بدي أتشكر أهلي اللي هن الدعم الأول ورح يضلوا معي أخير.